نتاع حفزك دي البوابه الاخباريه سي كان بوينت. اولا داخل قدم ديك في النش نبدا تعريفيه بلال من يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الكامل اسمي نو يكمر بلال الدباني، غاري 15 سنه، المسقط الرئيسي نو تشعيش زغنغان، سميتو زغنغان شين غار اولى جذع مشترك علمي. ثانكيا وقت السبيل انا مش ديال الاهتمام مش الممارسه الرياضيه في العاب القوى. اهتمامي نو الممارسه الرياضيه تغيز شسقان الرياضه المدرسيه يزد للسبب نت رئيس الجمعيه سي احمد حجام انت داين شسقان داخل يشجع شويه في الرياضه السيد فان غدانيتا يكون شويه كشان غير نظره خاص والحمد لله. كيفاش تكتشف الرغبه ديالك قبل بدات النشاط؟ الرغبه تغوات شي طبيعه الحال تغوات شي عادي تبان الرياضه يا امو روح في غبار ريح جبيل جوني ني غات ان شاء الله نكمل خ الرياضه. وات كمير عام ميتو غاد الحافز الداعم مش ديال الرياضه ديال الالعاب الحافز المعنويات الوالدين طبيعه الحال اي وات تخشى الرئيس ديال جمعيه الازغنغان احمد حجام انت داخل تشجع غ الرياضه يا. بالنسبه للسيميلا اللي اختصاصات لمسافات العاب القوى، مسافه العاب القوى غاري اختصاصات مسافه السرعه 100 متر 150 200 اي 400 متر بلا 400 متر ومسافه الموت قفز الطوله. ممكن داخل السي هشام اهم المشاركات الانجازيه اللي تحصل؟ هو اهم انجازين كيغتي ديار بات ملتقى الفيدرالي الوطني كيغاس شتقع دوزيام مشى الرقم الصباح شويه 17.07. سي هشام مؤخرا غنغي نخبر بانه استدعى نشك تحت كيدي شن تداريب ديال تنديت بنكريل. ماني يوزد شن ترتيب من غاب عيام من التحق يجني يومين نحغ مدينه بنكريل مركز التكوين الجهوي للالعاب القوى ديني الدراسه ديني كلشي. سورة شوية تجربه يعني ترتقى بدا غاصور يجن تجربه شنو نسينو والو ماشي الحمد لله قان خاص يودن باللي الصباح ديني الدراسه ديني مركز تكوين للمدربين واعرين شويه باش نقول التدريب ديني تدريب ديني واه نهار السوجد ان شاء الله في قراب 100 متر. واش ديني شن الدعم زي بعض الجهات؟ لا شن الجمعيه نغو وسقان الدعم الجهات وسق شن قاع الاهميه قاع الرياضيه نتخص زي ساد المنبرة انكش يجن كلمه الجهات باش الدعم الرياضيه. بالنسبه للمشاكل العراقيه اللي شن تجان والتكوين شاغ المثال نغ بس نتشك باش واش تجي نتبو غتحقق الحلم. ثمانية بعد هذه المشاكل وتهتم شي بنادم ديال الرياضه بنادم تيشبو الاهميه شي تيري شويه تلجن المشاكل ديال العراقيل ديال الدكه. الامنيه نتاع الرياضه. الامنيه ان شاء الله حلم اي عداء ادير غبار انترناسيونال. لابد ان شن العداء عالمي تاثر به كذا خلي الامنيه يعني. بالسيف اي عداء يؤثر بها يشمل القروش تضحيه نيكا ذوني غيضيع ناثر. هذا ختيني شن الرياضة النغني تمارس أول شن الهوايات قلت من غير ألعاب القوى؟ من غير ألعاب القوى تمارس كرة القدم. كرة القدم. واه. بالنسبة للسي بلال على جدان غير السؤال النغني نهارين توريكنو في الترينار من الملعب الشيخ محمد مزيان ولكن بعض الأحيان توريكنو في الترينار من مودا غير زار الزبلاط. واش توريت كم شن صالح ألعاب القوى؟ لا غير غير صالح تماما لألعاب القوى. تنشد المسؤولين في المجال وانيتا. ايوا تنشد هذاك نجم ملعب خاص برا وانيتا بركي وانيتا تيشان الرخصة تيشان عند شي تبدل شهر خمسة تيري أربع شهور بنادم وتمانية غيترينا غا برا. نتخص هذه الجهات هذاك نجم يجم ملعب مختص من غير ملعب الشريف محمد مسان. واخا نوض النهاية نجم كلمة أخيرة السي بلال سواء الجمهور الناس أو المحبين الناس أو المشجعين الناس في الكلمة الأخيرة تنشد مارين ذي المحبين ينوض المعجبين تخص إن شاء الله هذا وضغ على حلمين إن شاء الله تشكاري بوابة الزغنغان الأخبارية. شكرا.
السؤال مزوالو غادي نخش ديج من نبدا الفريق اليوم. الفريق اولا بسم الله الرحمن الرحيم تشكري الموقع الالكتروني سيكانكنيت ثوسيتا غنديوسا ونتمنى ان شاء الله بدا غادي يفقد باش هذه يعني تصنع حوايج خنا ديالنا ومانينكوا. اولا جمعيه مزغنغان تاسس 2002 من طرف السيد نودين البركاني والجمعيه نغ تحقق تاسس الملتقيات من بينها تنظم كاس العشر 2002 و تصنع حوايج يعني غاس يعني انا باش نجي نبدا الموارد البشريه قام يتجن دي النادي حاليا دي النادي غنغ 80 رخصه وطنيه بين 80 و 100 رخصه وطنيه يعني وحوالي 150 عداء وجميع العدائين تنتمان غا مدينه ازغنغان وزين نغني تنتمى غا بني سيدال جامعه اكسان يعني نواحي مزغنغان مره يعني نتجمع ملتقيات ذي اللي تنقيب الكشف اكتشاف المواهب ونتقلع يعني ندير المدارس يعني غنجي المره ذي الابتدائيات سواء الاعداديه الثانويه. وخا بالنسبه لنهار انت ورا العدد الابطال او العدد الفيتين اللي غادي يتجني التدريب ذوك واش اللي غواني غنمشى التدريب لاني غاش حوالي غن 80 نقصه وطنيه يعني بمناسبه عيد الاضحى على سبع عيد الاضحى تسن حرمني يعني يا الا قس عندهم العطله يعني شي سعدوا العطله ولكن ان شاء الله ذي خمي غير الدراسه يعني ذي اثنين سنج يعني ذي يحرم اكل اعلان في كذي المدارس هذا التحق ان شاء الله مره بالنسبه ذي النادي لهم غام الفتيان والفتيات اللي غام يقتضخ الفتيان وصل حوالي غن البراعم غانغ البرعومات غانغ الصغار غانغ الصغيرات غانغ الفتيان غانغ الفتيات وغانغ شي حاجه يعني الكبار يعني ولكن بحال ما دامش يعني تاسس جديد يعني ان شاء الله نتمنى يعني اني غانغ الخو ان شاء الله تقعدنا تقعدنا في ان شاء الله. في سيدي اختي اهم الانجاز اللي تحقق النادي نو الانجاز اللي تحقق النادي يعني ذي تاسيس نس ديال البدايه نس يعني ذي 2002 يعني غنشتغل يعني التاريخ نتزاد مقرن 2002 تنظم ذا كاس العرش 2002 وتنظم ملتقيين الدوره الاولى 2002 2003 ملتقى شريف حمد مزيان ويزدوا تصل الابطال يعني يستقطب ابطال عالميين والدوره الثانيه عاود 2003 2004 تنظم ملتقى شريف حمد مزيان وكذلك يعني يعرف يتم يستقطب تصل العدائين على الصعيد الوطني والعالمي وبعد ذلك ذي الوقت تحت الرتبه 32 على الصعيد الوطني تعدوج المدة ديال الجمود يعني محاولة حتى 2010 نقص إعادة تأسيس إعادة النشاط من جديد وتنظم يسبق يعني يعني سكوسي عندهم 2000 الموسم 2013 2014 نحتل الرتبة 82 على الصعيد الوطني أصل 250 فرقة وخير على ذلك بلاد دباني استطاع يعني يحتل يعني رتبة متقدمة يحتل ذي ملتقى فيدرالي وطني ذي باركان الرتبة الثانية ذي 150 متر والرتبة الثالثة ذي القفز طولي ونحن نرى ملتقى بالجع ذي خريبكا يحتل المرتبة الثالثة ذي 100 متر وبعد ذلك يرى عود ملتقى ذي عربات السباق الفيدرالي الثالث يحتل الرتبة الثانية ذي 150 متر يقى 17.07 يعني نتيجة سبحانه يعني كرونو إلكتريك ونتمنى ان شاء الله نتمنى غادي نتسنى حرام نغني وغنغي حرام ان شاء الله نتمنى يسكوس هذا كان نحشني. هذا الشيء السي احمد الشكر رئيس النادي زعما انه تحقق من عدد النتائج مزيانين من عدد الانجازات اللي قدمت واش النادي نون غاس الموارد الماليه تتحول كما تمسري الى حاجه. الخو مركان نسور يعني الموارد الماليه يعني من داش غاني من لا شيء يعني السنه الاولى صفر درهم يعني سلين خيرات يعني 8 انغ يعني عام مزوير 2010 2011 يعني يعذو اخوه 2011 2012 نتوصل 5000 درهم للمجلس البلدي يعني نقزز يعني نظم سباق يعني السباق اللي اكتشف المواهب ذاتيت سباق جهوي يعني نظميه نقزز يعني الجوائز زوينه اسقوس يعني 2000 الموسم 2013 2014 7000 درهم ديال المجلس البلدي وزاسين كاكوش يعني 7000 درهم يعني حتى يعني التضمين الرسميه يغنيني حتى يعني بعض المساهمين بعض الغيورين وانت نتشكاس سي عبد القادر سلام رئيس المجلس البلدي يعني استطاع يعاون يعني 50 بيضه رياضيه
يعني كنغاروض ونشكاري ونتمنى على ذين غا شي حاجه تنقرا شكي رئيس نادي وفي كربك ديش الملفات بالنسبه للمؤسسه الغاويه ديال جندي الاقليم نشينا يعني من داش غيني يعني نساس ديال المجلس الاقليمي ازغات يعني عامني يعذون نتوصل سجل الملحان 20000 درهم ولكن هو توري والو يعني حاليا يعني ويستفدن يعني سلمين حاني الهلال الرياضي لفتح النظر يعني جميع الأندية يعني نشين أسود الريف الهلال يعني أنتوا عايشين 20000 درهم ولكن هذه شان ثلاثة يعذون حوالي عام وانزلوا يعني وانزلوا هذه جنحاش يعني رسمية وانتوا يريدوا جنحاش خاصة احنا في قاعدة منايا ممش تقيمتش كل وقع على الرياضة الألعاب القوة دي تنديت مزرعة ماذي يعني دي جيت النشاط يعني غانغ المادة الخامسة على غانغ يحرم يعني خسنوزو يعني غانوزو ونتمنى ان شاء الله يعني نشيل نوزو ونكفو سنة ولكن هذا غنجي بوحدنا يعني قاصن قوني غنجمع يعني قيمه الجمعيه شنو بيلا اللي يمثل مثلا ثاني يعني كلاسه الرتبه الثانيه على سعيد الوثاني يعني ويس الناس غنغني يعني كلاسه جوج حنجاده مزيان كلاسه ويس ثاني دنوار يعني نتمنى شي المجالس المنتخبيه غنغي جان اذن غني اذن عاون سجن طريقه تم سجن النمرات سواء المادي او معنوي وعاون نتمنى ان شاء الله ذي الملعب البلدي يعني غنغيري يعني لازم يعني شي غنغاب حصه دي سيمانه ابعن حصه دي سيمانه يعني مقيده ذي 2 ساعتين مش فتح هذا لخلي الكوميتي وذا كلمة ثانية زلك كني ومارس ترينارم ومودا غير زرز كوف وش تورم زعما مش اللي مناسب وغان غبول حل يعني ذو غان غبول بديل يتونسي الملعب ذا انتحذيني انتحذيني وش المرافق النغني وغان غبول المرافق امش اني قزي ماشي قذي سزاج ذي يعني ذيني وذا يعفن وزمحة هذا شمال ترينار ذي نكرمغا اني غش يعني وجبو ذا الرينغ يعني نحوه مشاني يعني يمشي نوكشي نغاب على الحصة يعني قارن غير كتحبت من الناس نشين نتمنى ان شاء الله نشين العاب القوه تقيم ديجن بوركيشن اصلا غنختارتو وحدنا يعني مروان ترينادو غنربوش اللي بدل ماني غنح هو غنغش يعني ذوني دمشان غن انت ديجن متنفس يعني ترينار ديس فاش عندك كلمه اخيره راك حقتيني من الناس خضرنيش سواء الجمهور الرياضي غير جندي في منظر عامه او الا الغيورين خارج الالعاب القوه دي المنطقه النمزه هو اولا المهم ان عاودك نمشك يعني خذ وسيته غنغت قيم يعني اذا كنيو دا غيكون يعني اخذت كشميش الصوره يعني ذي الاقليم مره ونتمنى على المجالس غنغي جنين اذا نعاون ماديا ومعنويا وجبوا ماديين يجي الدرجه الاولى يعني مره غنغي يعني الحاجه المعنويه كثر ذي الماديه ونتمنى على الرياضه غتعزز سواء عند الوفاق سواء عند الهلال الفاتحين شو غنغور يعني نتعاون في المره ونتمنى نفوز ان شاء الله تندين تتعزز يعني صار رياضه نستكمل سواء العاب القوى وخير ذلك بالهلال الهلال النظر العاب القوى يعني تكلسك أكثر هذين مزورة ذي المغرب يعني ذي الرتبة تم قرأت وانش على أن ذي القدوة سنشنون هي سي هشام تنخبو لك في الموقع الالكتروني سيدي كانت اولا بغيناك تعرف لنا تعطينا واحد النبذه تعريفيه عن سي هشام بحياوي مدرب العاب القوى لفريق الازرق شكرا على الاستضافه ديالكم في موقع زيغانغان بوانيت هشام بحياوي عداء سابق في نادي الهلال الرياضي الناظوري وحائز على عده ميداليات ذهبيه على الصعيد الوطني والان مدرب ومدير تقني في جمعيه أزنغان لألعاب القوى وكاتب عام سابق في الجمعيه سي هشام كيف ترى مستوى العاب القوى في مدينه أزنغان؟ العاب القوى في مدينه أزنغان في طور النمو النادي فاتي دابا 3 سنين باش تكون نادي ودابا كاينين ابطال ومنهم دابا بلال الدباني اللي غادي دابا المركز الجهوي في مدينه بنقرير استدعاء من طرف المنتخب الوطني سي هشام
هشام ما هي الطاقات التي توفر على النادي حاليا؟ طاقات كاينه طاقات واعده في النادي، ولكن خصهم اللي اطرهم وخصهم بزاف ديال الحوايج باش غادي يتكونوا هاد الطاقات. ومدينه أزغنغان كتزخر بزاف ديال الطاقات على الصعيد المدينه والاقليم والاقليم ديال بصفه عامه. هل مقدور النادي افراز افضل مستقبل في هذه الرياضه وإفراز أبطال في مدينة أزغنغان؟ ممكن، وكاين كما قلت كاين طاقات بالإقليم كامل، كاين بني سيدال، كاين مدينة الناظور، كاين أزغنغان، وكاين طاقات، وديما هاد النواحي ديال الناظور كيزخر بأبطال، وكاين أبطال في المنتخب الوطني الآن كيحضروا تماك. نقول السميات ديالهم بحال زكريا بن موسى، بحال شاكر البوشطاوي، بحال حفيظة بن جلالي، ممكن أبطال بزاف كاينين دابا حاليا في حاضرة المنتخب الوطني. هل ترى أن كافة الشروط والوسائل متوفرة لك من أجل مزاولتك للتدريب في أحسن الظروف؟ الشروط غير متوفرة، حيت كاين عراقيل بزاف. الملعب ما عطاوناش، دابا درنا رخصة ديال الملعب، عطاونا حصص تدريبية بحال 3 من 8 ل 10، حنا ما نقدروش نترينيو من 8 ل 10 حيت كاينه دراسه وما يقدروش يجيو الدراري ترينيو، وكاين الاربع الخميس الجمعه غير كافي، وفينا هما السبت والحد والاثنين فين غنترينيو حنا، وما كاينش فضاءات في مدينه زنغان باش يترينيو الدراري، وخصنا فضاءات باش غنترينيو، وخصنا الماتيريال، وخصنا بزاف ديال الحوايج، وكنطلبوا من المسؤولين يشوفوا في هذه القضيه. كسؤال اخير بغينا نقولوا السي هشام بحياوي ونسألوه، ما هي الاستعدادات النادي لاستحقاقات الجهوية والوطنية؟ استحقاق الاستعدادات ديال النادي كاين استعدادات مكتفة. دابا حنا جوج المدربين معايا، الأستاذ محمد القدوري اللي معايا في التدريب، وأنا والسي أحمد رئيس الجمعية حتى هو كيدرب معنا، وكنكونوا الدراري وكنمشيو للمدارس دابا باش نجيبوا الدراري باش غيترينيو معنا وينخرطوا في الجمعية. وكنتمناو هذا العام، العام اللي فات كلاس النادي مرتبة 83 وطنيا مع 250 فرقة، نتمناو هذا العام نكلاسيو إن شاء الله مع 30 الأولى ونصعدوا القسم الأول مع 30 الأولى إن شاء الله. سي هشام كاميرا مواد أزغنغان الإخبارية، رانا إشارتك باش تقول لنا كلمة أخيرة، سواء توجه شي نداء للغيورين على هذه الرياضة هذه أو إلا اللي حب خاطرك يوصلوا. ديما حنا كنشكروا الناس الغيورين على هذه الرياضة اللي ساعدونا من قريب أو بعيد، وكنشكروا جميع الناس كما قلت اللي ساعدونا العام اللي فات على تحقيق هذه النتيجه اللي وصلنا لها 83 وطنيا، ونتمنوا من المسؤولين كرؤساء منتخب كمجالس منتخبه، مجلس البلدي لمدينه أزنغان، المجلس الاقليمي، جهه عصبه الشرق لالعاب القوى، الجهه الشرقيه، جميع الناس اللي غيورين على هذه الرياضه يساعدونا ويمشيوا بالرياضه وبهذه الجمعيه الى الامام، لان الناس اللي فيها راه الناس ديال الرياضه وبغاو يخدموا الرياضه، وماشي الناس ديال شي حاجه اخرى بغاو يديروا شي حاجه اخرى، غير بغاو يديروا الرياضه. وكنشكروا في الاخير موقع زكنكان بوانيت على هذه الاستضافه وعلى هذا الحضور للنادي جمعيه أزنغان لألعاب القوى.